ما تعرف شو وقت تبلش مراجعة، ما تعرف الأخطاء اللي تسويها ممكن بالمراجعة. إن شاء الله هذا الفيديو راح أوضح بيه كل التفاصيل خصوصا المراجعة والأخطاء اللي أنا سويت بالمراجعة حتى أنتوا ما تكررونها. مبدئيا أعرفكم عن نفسي، أنا علي عقيل، طالب طب جامعة ديالة. إن شاء الله راح نوضح بخصوص المراجعة، فتابعونا أول بأول للنهاية حتى تستفادون. أول شيء طلاب لازم كلش تنتبهون علي، لازم عندي بعض الملاحظات لازم أني أعرفها قبل لا أبلش المراجعة. يعني مو أني أبلش مراجعة وذن الأشياء أني ما مسوين، يعني أصلا مراجعة راح تروح تندثر لأنه ماكو فايدة منها. فهذن الأشياء لازم نسويهن بالبداية أول شيء قبل تبلش المراجعة حتى تستغل المراجعة بشكل صح وتستفاد منها بشكل صح. نبلش ملاحظات مهمة في المراجعة. مثل ما قلت لك أول نقطة عندي واللي هي كلش مهمة، طبعا كل المهمات بس دا أقول لك على أهم شيء، هي البرامج والتواصل الاجتماعي. طلاب لازم تتعود نفس قبل تطب مراجعة، يعني أنت مو تطب مراجعة ضمن موبايلك أو شيء سد برامجك، لا، قبل لا تبلش مراجعة أنت قبل أسبوع أو أسبوعين لازم تسد البرامج، لازم تمسح الانستا، الواتساب، غير الفيسبوك من الأمور، التيك توك لازم أذن تمسحهم قبل تبلش مراجعة. ليش؟ أذني واي لهنك. تبقي برنامجين اللي هو تليجرام واليوتيوب، غير هذني لا تبقي، لأن يعني الأمانة أنت راح ياكلن وقتك، ياكلن وقتك حرفيا. مثلا أني من كنت طالب سادس عفت الموبايل بشهر الثالث، شهر الثالث يوم واحد يوم اثنين هيك شيء عفت كل شيء. عودت صح بالبداية تلقاها صعبة، بس يوم يومين ثلاثة أيام من أسبوع وفوق راح تلقى كل شيء الأمور طبيعية. فلازم أول شيء لازم تسد البرامج، تسد التواصل الاجتماعي، وتعود نفسك على القراية. ليش؟ لأن هو ياكل منك الوقت، فهاي نقطة كلش مهمة. النقطة الثانية ألا وهي تنظيم الوقت وعدد ساعات القراءة. طلاب إذا أنت بالمراجعة، إذا أنت حلمك طبية، إذا أنت حلمك صيدلة، إذا أنت حلمك مجموعة طبية أو هندسة أو أي شيء من الأمور بقية، عدد الساعات مبدئيا ويا جدولكم لازم ما يقل عن 12 ساعة قراءة باليوم. أنا دا أحكي على هذا الدور معدل طب عام، أنا دا أحكي على هذول الفئة اللي يدور طب عام. إذا أنت تقرأ أقل من 12 ساعة فأقول لك قراءتك بها نقص، لازم عدد ساعات تقرأ فوق ال 12. أنا مثلا كنت أقرأ 10 ساعات 11 ساعة، بس أنت بحكم هاي ظروفك، بحكم هاي الجدول مالتك لازم تقرأ 12 ساعة فيما فوق. شلون تنظم الوقت؟ طلاب طبعا اكو وايد جداول راح تجيكم تنظيم الوقت. انا قاعد الساعة بالسبعة، من السبعة للخمسة اجرى قراية، نوب 12 اوكي، نوب اصلي، نوب ايش الى اخره. طلاب انا هذا الجدول اشوفه نوعا ما غلط. ليش غلط؟ يعني هذا الجدول اللي الاستاذ او الطالب اللي خلى هذا الجدول ما يعرفك انت شنو، ما يعرفك انت شو وقت تنام، ما يعرفك انت شو وقت تقرا. انا ما اشتغلت على شيء، دائما انا اقول انا اشتغل بالسادس، تقرا يعني اقرا من الساعة 12 بالليل لحد الساعة 12 الصبح، يعني كان جدولي اللي بالليل وبالنهار انا. فانت حسب، يمكن تنام الساعة بالثنتين بالليل قابل تقعد الساعة بالخمسة مثلا، لا اكيد هاي ما يصير، لازم تاخذ وقت كافي من النوم. تنظيم الوقت هو يعتمد عليك، لازم انت تسويه تمام. واذا تحب نفسك انه انت تنظمها انه تقعد كذا ساعة بكذا ساعة انت سوي، لا تخلي مدرس غيرك يسوي، لا تخلي مدرس غيرك يحدد عنك انت بايش ساعة تقعد بايش ساعة تقرأ، لا هذا الشيء كلش غلط. لازم انت يعني تعرف نفسك، تعرف نفسك شو وقت تقرأ، يعني وقت ترتاح بيه للقراءة، وقت تستوعب بيه للقراءة. انا عن نفسي كنت اقرأ بالليل، ليش؟ لان هدوء، ما اريد احد يمي، ما اريد صوت. فاني هذا الجدول كان بالنسبة لي، غيري من الطلاب كنت اسألهم قالوا احنا نبلش نقعد من الفجر نقرأ لحد الساعة 10 بالليل الى اخره. فذلك تنظيم الوقت يعتمد عليك، لا تاخذ وقت يعني جدول جاهز بالوقت. عدد الساعات ما نختلف عليه انه 12 ساعة، تمام. يعني المواد التي ابدأ بها اولا، طلاب اول مواد تبلشون بها هي المواد العلمية اللي مثل كيمياء، فيزياء، رياضيات. هذني من تخليه بجدول المراجعة، هذني خليني اول بداية راجحن. غلط واحد يبلش احياء، غلط واحد بداية يبلش اسلامية، هسا تقولوا لي ليش؟ يعني نصهم يقولون ها الفيزياء اذا انا راجح بالنهاية اخر يوم الامتحان شو راح اتذكرها؟ لا انا اقول لك راح تتذكرها، بس على سبيل المثال انت اذا راجعت احياء ماده ضخمه، ماده كبيره، ماده يحتاج حفظ وجلفيه والى اخره، فانت يعني اذا تراجعها اول يوم اول ماده تراجعها انت برايك راح تتذكرها يعني بسرعه بيوم الامتحان؟ ما راح تتذكرها بسرعه، على عكس الرياضيات، الرياضيات اوكي ممكن تنساه من خلال القانون، بس تتذكر لك القانون، تعرف شلون تجمع تطرح وتضرب، يعني بسرعه ذيش ذاك هو مبين بسرعه تقدر تحفظ. اما الاحياء اذا نسيته فيحتاج شوي وقت، على عكس المواد الرياضيه انه حتى اذا كانت بالبدايه باليوم الامتحان تقدر بسرعه تتذكرهن. اما انت اذا راجعت ادب بالبدايه او راجعت احياء بالبدايه فانت من راح تجي يوم الامتحان تصير لك فتره هواي مده انت تاركها، وبالتالي يعني بالقوه يلا تسحب المعلومه.
فغلط واحد يبلش يعني مثل جدول، لا نبلش عكس الجدول بالبداية. المراجعتين أفضل من المراجعة، هاي عليها ألف خط. دائما هسه الطلاب نشوفهم يفضلون المراجعتين على المراجعة، أنا وياكم أقول صح المراجعتين أفضل المراجعة. أنا عن نفسي راجعت مراجعتين بدل المراجعة واحدة فقط، بس هل إنه المراجعة ما تطلع معدل؟ فأنا أقول لكم لا، هذا الشيء غلط. ليش غلط؟ أنا بالنسبة لي مراجعتين، فقلت أنا أما بالنسبة لي المراجعتين ما راح أحكي بالخصوص. بس من رحلة الطب ديالة سألت بعض الطلاب، قلت لهم أنتم مراجعة واحدة ولا مراجعتين؟ والله العظيم يعني ثق بالله العظيم قال إحنا مراجعة واحدة. قلت لهم شلون ضبطتوا بالمراجعة الواحدة؟ قال لا ليش كلش كافي إنه نقرأ المراجعة أولى، يعني طبينا يعني خلصنا منهج يلا طبينا نراجع. يعني غلط واحد يبلش من وقت وهو مخلص منهج، فقال إحنا خلصنا منهج والمدرسين كملنا كل شيء وراه بلشنا مراجعة واحدة، بهاي المراجعة واحدة ذبينا كل ثقلنا وبالتالي طلعنا معدل. يعني مراجعتين ما تحكم تمام، إذا أنت ذبيت ثقلك بالمراجعة الأولى فراح تفوق المراجعتين. لذلك يعني مو شرط إذا مراجعين أو مراجعة، لذلك هي تعتمد على نفسك أنت شلون راح تبذل جهد بهاي الفترة. الواجب في المراجعة ولا ملل طلاب، هذا يعني عامل كلش ضروري، ودائما اقوله انه السادس محارب نفسيه لا اكثر. والله السادس محارب نفسيه لا اكثر، هسه احنا كنا اول متوسط ثاني متوسط الرابع والخامس، هنا يعني الامور بليله الامتحان نقرا نروح نجيب ننجح ونجي. بالواسب مراجعه والملل يعني هي السادس مثلا الاحياء، ما السادس الاحياء ترى مال الخامس اقوى من السادس بضعاف، بس ليش احنا نحس انه السادس اصعب؟ ليش؟ انه الحاله النفسيه هو مستقبل هذا هيك هذا هيك. فدائما تسوي نفسك طاقه ايجابيه، دائما انه انت يعني الملل ما راح يفيدك، يعني وين راح توصل انت اذا ظل يعني قلت لك السادس محاربه نفسيه، اذا انت ظليت تاخذ الجانب السلبي دائما فبالتالي هذا راح ياثر عليك، بالتالي انه راح ياثر على تركيزك، بالتالي راح تقول انا كذا ما طلع معدل، انا كذا انا كذا انا كذا. فيعني كلش غلط انه واحد دائما ياخذ الجانب السلبي، دائما ياخذ الجانب الايجابي، توكل على الله سبحانه وتعالى، دائما يقول انا اقدر، لا تقول انا ما اقدر. هل خصوصا سالفه الجدول، جدولكم بلش من وقت تقول هذا جدول راح اتغير، يدل انه انت حذوفات ما حذوفات، لا يري شيء الله سبحانه وتعالى يوفقه، ولا تفكرون انه يوم من الايام ان الله سبحانه وتعالى راح يضيع تعبكم، فذلك ابذل جهد قد ما تقدر. الواجب في المراجعه حكينا عليه، قراءه الوزاريات وامتحان في الاسئله الشامله. طلاب اكو شغله مهمه، الوزاريات 95% مكررة وزاريا، فدائما بذلوا جهد على الوزاريات دائما. أنا بالوزاريات بالفترة المراجعة عفوا قمت أهتم للوزارات أكثر من الكتاب نفسه. ليش؟ لأن هي الوزاريات أغلبها مكررة، فلازم أنه تقرون الوزاريات دائما تمام، دائما وزاريات قبل تروحون وزارات كتابك الثاني هو الوزاريات، بعد كتاب المدرس اللي تستخدمه بعد مصدرك، وامتحان في الأسئلة الشاملة. طلاب بعد ما كملت الفيزياء لازم تمتحن بأسئلة شاملة، أسئلة مسودة شاملة شاملة كل الأفصل. يعني ليش؟ أنا أقول لك السببين. السبب الأول حتى أنت تتعلم عن النمط، تتعلم على الأسئلة، تتعلم إنه شلون راح تجاوب، تتعلم إنه هذا ترك، تعرف هاي يعني فيزياء بيها كذا ترك، بيها واي ترك، بيها قليل ترك، حتى تعرف أنت شلون يعني وبنفس الوقت العفو إنه تعرف أنت يعني هاي المادة مضبطها لو لا، هاي المادة زين بيها أنت لو لا. كذلك حتى تروح منك رهبة الوزاري، هسه اغلب الطلاب يعني هم قارين، والله ويعرف الطلاب هم قارين كل شيء يعني كلهم، بس متيجي اسئله الامتحان يخاف منها، يقوم يرجف فيه يرجف. فشنو الحل؟ لازم تمتحن باسئله شامله، ضل تمتحن باسئله شامله، يعني ورا ما تخلصت فيزياء خلصتها تمتحن، اسحب لك ورقه او ورقتين من السنوات السابقه شامله وامتحن بها، ذلك راح تعود نفسك تأجيل الماده وكيف التعامل معها. طلاب هواي منكم ما راح يكمل المواد، او هواي منكم ما مضبط مواد، او هواي منكم انه هو يريد يطلع معدل بس نفس الوقت ما يقدر، هو شنو ما يقدر يمتحن كل دور اول، ليش؟ خوف انه ما يطلع معدل حتى اي سنه. طلاب اللي بالي اجل ماده، اللي بالي اجل ماده فهاي الماده شيلها من فتره المراجعه. يعني هسه اني مثلا انا اخاف انه امتحن المواد كلهن، فايش سويت؟ قلت انا راح اجل ماده، وشو يا ما تختارين اضطريت المادة اللي أصعب إلي، اضطريت المادة اللي أنا عندي تراكم بيها، هو المادة اللي مشي بيها، فأخذت مادة الأحياء. مادة الأحياء من أخذتها يعني خليتها دور ثاني، قبل خليت دور ثاني ما خليت بفترة المراجعة. ليش أخلي فترة المراجعة أنا راح أخليها بدور ثاني؟ ما يحتاج إنه أقراها. هاي المواد مثل بنت يوم أنا مخصص على الأحياء بالمراجعة أشيلها أعطيها للبقية غير مواد، أضبطيها غير مواد. ليش أنا أقرأ مادة راح أأجلها دور ثاني؟ على شنو أنت مادة تبدي تحنا دور ثاني تراجعها؟ أوف هسه بالدور الثاني عندك فترة 45 يوم إلى 50 يوم، بهاي الفترة تقدر تضبط هاي المادة. هاي الملاحظات اللي مهمة لازم كلكم تعرفوها قبل لا تبلشون فترة المراجعة. الحمد لله.
خلينا طلاب نبلش ياكم انه انت شلون راح تنظم جدول المراجعة، شلون راح تخلي الايام، شلون راح توزعها على المواد. فان شاء الله همين راح نوضح هاي الفقرة مال جدول المراجعة. مبدئيا هذا جدول ما اقول لك اعتمد عليه في النوم، لا، اني جاي اعلمك انه انت شلون راح تسوي جدول. اني راح اسوي جدول بصورة عامة، اما انت بقى عليك انت تجي تعدل عليه وراي. مثلا انت احياء مو مشي بيها، يحتاج لك 10 ايام، تمام عيني؟ فيحتاج لك يومين، اخذ ذني اليومين، قول انا رياضيات يعني هواي 9 ايام، اخذ انا يكفني 8 ايام. يعني طالب يختلف، اكو واحد زين بالفيزياء يحتاج له ايام هواي، واحد يعني مو زين بالرياضيات يحتاج بها هواي، احياء زين بيها يحتاج بها ايام اقل، فيقوم ينقص يزيد حسب هو اللي يشوف نفسه بيا ماده زين بها مو زين بها. لذلك هذا جدول مبدئيا، فانت تبلش تعدل عليه حسب فهمك، حسب انت تشوف انه يا ماده زين بها يا ماده مو زين بها. ونصيحه نصيحه نصيحه لتاخذ جدول جاهز، دائما انت جدول انت تعدل عليه. هواي نشوف مدرسين، كل المدرسين اصلا يبلشون ينزلك جداول، يقول لك هذا زين هذا زين، نصحك من زينات، بس هو ما يدري نفسك انت شنو، ما يدري نفسك انت وين عندك خلل، ما يدري نفسك انه انت بيا ماده زين بها مو زين بها. لذلك انصحكم انه تسوون فتره يعني الجدول تنظموه بيكم. هذا الجدول مبدئيا يعني شامل، فقط انت تعدل عليه حسب فهمك بعد ما اعرف. اول بدايه عندنا الجدول الاول يبلش يوم 1 الشهر، هذا الجدول يبلش يوم 1 الشهر ضمن مراجعتين. اول شيء عندك فيزياء 6 ايام، كيمياء 9، رياضيات 9، الاحياء 8، انجليزي 8، العربي 9، الاسلامية 7. طبعا هذا جدول كلش انه كافي انه تخلص هذا المواد. فيزياء 6 ايام اصلا اذا باليوم تتقطع 12 ساعة الى 14 او 15 ساعة، فانت تقدر تكمل 2 ايام اصلا، تمام؟ فيعني لازم هاي الفترة لازم انت يعني تضغط على نفسك، فدنا بهواي تقرا 24 ساعة، والله يعني قد ما تقدر اقرا، يعني انتم سنتكم استثنائية جدولكم ما ادري شلونه، فلازم تقرا هواي. يناركم 9 9 9 8 8 9 7، بقعد تعدل عليها تضيف الايام حسب بعد يعني يناركم. هاي شنو المراجعة الأولى. المراجعة الثانية ايش عندك؟ المراجعة الثانية عندك الأحياء يومين، الإنجليزي يومين، العربي يومين، الإسلامية ما تبقى إلى يوم امتحان واللي هي يشمل 3 أيام. هسا تقول لي أنت أحياء إنجليزي عربي إسلامية، بقان 3 مواد اللي هن شنو؟ رياضيات، كيمياء، فيزياء. هذني أنا همين أحتاج المراجعة ثانوية، شلون راح أراجعهم؟ شلون يعني ممكن لكم أكو شخص إلا مراجعتين، فيقول أنا هذني 4 راجعت بقالي 3، شلون هذني 3؟ لا مو راجع مراجعة ثانوية، أنا راح تلخبط عندي. يعني أنا أقول أنا راجعتها بالبداية نوبا ما راجعها، فأكيد راح تلخبط عندي. فأنا أقول لك لا، همين أنا مخلي لك إياها مراجعة ثانوية. هسه ترى شوف شلون. طبعا جدول الامتحان المفترض يعني حسب ما منزلينه يوم 8 بالشهر، فلازم جدول شي يصير، تمام؟ فاذا جدول شي يصير تعال انا وياكم نشوفه. طبعا هذه مو راحت الورقه اسلام خربط، لا موجود. طلاب انت منا مراجع اسلاميه 7 ايام، ومنا 3 ايام مراجع ثاني، يعني راح اسلك اسلاميه ما يقارب 10 ايام، العربي يومين، منا 9 ايام، خصوصا العربي والاسلامي والانجليزي ثاني قريبات على فتره المراجعه مال الاولى. فهذني 3 مواد، يعني انت اذا تجيب يعني درجه اقل من 90 فانا اقول لك تخلل بيك، يعني والله العظيم خلل بيك. هذني 3 مواد لازم انت بتجيب تخليهم، يعني انت مراجعهن قبل مراجعه ثانويه، فيعني نضبطهن يعني بالحن اصلا بالحن بلع مثل ما نقول. فايش عندك؟ عندك سبت راح تبلش التربيه الاسلاميه ان شاء الله، نقول هاي كلكم تاخذون بها 100. ليش؟ انت منا مراجع 7 ايام، منا قبل امتحان مراجع 3 ايام، فيعني انت موت هاي الاسلاميه، فان شاء الله 100. اللغة العربية هم قريبة على المراجعة الأولى والمراجعة الثانية، اللغة الإنجليزية كذلك، السبت الأحياء هم كذلك. عندك الأحياء يومين ونص، ومنا أنت مراجعها يومين، هذا راح يصير عندك 4 أيام ونص، تمام؟ باعتبار المراجعة. طلاب يوم الأحد راح يصادف عندك العيد، فالعيد ايش قد عندك؟ أطلته 4 أيام، يتشمل الأحد، 2، 3، 4. صدق لي الخميس شنو؟ أنا أقول لك الخميس يمتحنون به التطبيق. إذا أنت امتحنت يوم السبت، يعني ابو الاحياء يعني يمتحن يوم السبت، فلازم يوم الثاني يمتحن بالتطبيقي. زين اذا هو يوم الثاني عطله، فايش وقت راح يصير امتحان تطبيقي؟ راح يصير امتحانه يوم الخميس، فيعني راح تاخذ لك من يوم السبت لحد يوم السبت الاخر. ايش راح تمتحن بيه؟ تمتحن بيه رياضيات، كيمياء، فيزياء بين يوم ويوم. عطله العيد عندك 7 ايام، شلون راح تراجعها؟ عندك الفيزياء زائد الكيمياء 3 ايام ونص، هاي شلون راح توزعها انت؟ راح توزعها يا اما يوم ونص كيمياء، يا اما يوم ونص فيزياء، يا اما يومين فيزياء، يا اما يوم كيمياء، فانت حسب بقت يمك، هاي 3 ايام تراجع بها الفيزياء والكيمياء انت قسمها. الاحياء
3 ايام قبل الامتحان، دائما يعني المواد اللي يعني قبل الامتحان عندك بيها عطله لازم اختارها 3 ايام، اختارها 3 ايام. ليش؟ انه هاي ماده انت لازم تجيب بيها درجه كامله، لازم تضمن بيها الدرجه الكامله، لانه راجح اكثر حتى تاخذ بيها درجه كامله تضمنها، مثل الاسلاميه والاحياء. يعني العفو هذا يا احياء اقصد رياضيات، اقصد رياضيات هنا، العفو رياضيات. يعني ف يعني ايش راح تاخذ بيه؟ راح تاخذ بيه الرياضيات 3 ايام تمتحن ان شاء الله تجيب بيه درجه كامله. بنقول من عندك الكيمياء يوم ونص والفيزياء يوم ونص، انت من عندك يعني مراجع ثانيه. فانا اشوف هذا جدول كلش يعني حلو، اللي بلش يوم واحد ارفع بس بقيت تتعدل عليه يعني. فطلاب انا دا اعلمكم انه هذا جدول المفترض انه بشهر الثامن يمكن قادم يومين او 3 ايام، فانت بلش انه تنظم على حسب انه هذا الجدول، حسب انه انت يوم عطله راح تاخذها فراغ مراجعه ثانوي لبعض المواد، فانت ايش ترتب نفسك؟ يعني انا جاي اعطيك مبدئين شلون ترتب جدول، فانت جاي اعلمك شلون ترتب جدول. بحيث انت متى ترتب جدولك وينزل الجدول مال الوزاري انت رتب على هذا الاصول، تمام؟ هسه هذا الجدول الاول العفو اللي بلش يوم 1 بالشهر، خلصنا من عنده. اللي بلش يوم 15 بالشهر، طبعا هواي منهم بلش يوم 15 بالشهر، خصوصا اهل بغداد و يعني محافظات خلصون شوي متاخرين. فهذا الجدول عندك الفيزياء 8 ايام، الكيمياء 8، رياضيات 8، 7 ب 7 8، الاسلاميه ما تبقى اللي تزمن 8 ايام. فهذا من جدول كلش يعني انا اشوفه كلش مناسب. ومثل ما قلت لك عندك رياضيات وكيمياء وفيزياء راح تقدر تراجع المراجعه ثانويه، والاسلاميه ما تبقى يعني مستر راح تقدر بيها تجيب درجه كامله، عربي قريب عليها، انجليزي قريب على الامتحان. بقى عندك هذين 3 مواد يعني عندك بيها عطله تقدر تبيها تراجع مراجعه ثانويه. وكذلك اللي يبلش يوم 10 بالشهر، يبلش يوم 10 بالشهر والروابط اللي يبلش يوم 10 بالشهر فيعتمد على هذا الجدول فقط دون مراجعه ثانيه، ما راح تصير المراجعه ثانيه، فقط يعتمد على هذا الجدول اللي هو يشمل مراجعه اولى فقط اولى. اللي يبلش يوم 1/4 يقدر مراجعتين، يبلش اكثر. طلاب قلنا لكم اللي اجل ماده دور ثاني يشيلها، مثلا انا رياضيات انا راح اجلها هاي 9 ايام، ترى هاي 9 ايام ما راح تفيدني. شلون اقول انطي يوم الفيزياء، يوم الكيمياء، انطي يوم الاحياء، يوم الانجليزي، قد بقالي من هذين ال 9 ايام بقالي تقريبا 5 ايام. هاي 5 ايام شو اقدر بيها؟ اقدر اخليها بالمراجعه الثانويه، يعني اقدر اراجع بيها الرياضيات، بعد اقدر اراجع بي اضيف ماده، وبعدين كل ماده اضيف لها يوم تمام. فاللي اجل ماده لا يراجع، قلت لك اذا انا اجل الرياضيات هاي 9 ايام عندي زايده وين راح اخليها؟ راح اخلي اضيف يوم هنا يوم هنا، اخلي يوم لمراجعه اضيف ماده اراجعها هنا همين. فهيك راح يصير يعني مثلا اذا انت من اجت رياضيات، مثلا على سبيل المثال اجت رياضيات هاي شالت عندك تمام، فبالتالي ايش عندك همين راح يصير بالجدول؟ طبعا وايد خربط الاوراق. فايش راح يصير عندك بالجدول اذا انت من اليوم السبت اليوم السبت يا 7 ايام وعندك رياضيات يوم ونص؟ قد راح يصير عندك؟ راح يصير عندك باعتبار يعني يوم الاثنين من السبت يوم الاثنين باعتبار راح يصير عندك 9 ايام. 9 ايام راح يصير عندك الكيمياء والفيزياء، يعني هاي اربع مواد، اربع ايام عفوا تخلي لها، وهاي تخلي لها 5 ايام، فهذين المواد الاثنين تجيب بيهن درجات كامله ان شاء الله. فهيك واحد يستغل شلون ياجل ماده، يعني يعرف شلون ياجل، يعني مو ياجل الاسلاميه لو ما ادري ايش ياجل، ياجل ماده يعني راح تفيده اكثر. هسه مثلا اذا انا ما انصح واحد ياجل رياضيات للامانه، بس يعني دا اقول لك مثلا اذا اجلت رياضيات من يوم السبت ليوم السبت يعني عندك 7 ايام ويومين عندك هاي 9 ايام، 9 ايام هذين المادتين فقط، يعني تقدر تموت من هذين 9 ايام. مثلا واحد ياجل الاحياء تمام من الاربعاء ليوم السبت قد همين 9 ايام راح يقدر يوزعها على الرياضيات والكيمياء والفيزياء، ومنها هو المراجعه الثانويه يعني ما يقدر يراجع الاحياء اللي هو راح ياجلها. فايش يعني الجدول هيك تخلى واحد يعني يخليه بتركيز يشوف نفسه. واخير شيء اعتقد وصلنا لهنا للختام. اتمنى لكم كل الخير، اتمنى لكم ان تجاوبون الامتحانات، اتمنى لكم كل التوفيق، دائما ثقوا ان الله سبحانه وتعالى راح يوفقكم. لا تعتقد انه الجدول قل صعب، دائما خلي نفسك ايجابيه عاليه. من قلت لك هو رساله اسمه محاربه نفسيه لا اكثر، وتوكل على الله، دائما توكل على الله، دائما نقول الحمد لله، لا تيأس، ان الله معنا، لا تحزن ان الله معنا، بس اقصد ان لا تيأس تمام. أرجو عليكم ثقوا بالله العلي العظيم، انه اغلب الطلاب جاي يدمون وياي مراجعين مراجعة اولى، مراجعين بعض منهم مراجعتين، اكثرهم انه كانوا يقرون 12 ساعة الى اخره، يعني اغلبهم مثل حالتكم تمام. واقولكم على شغلة ثانية، انه الجدول هذا كلش مناسب انه تمتحنوا يوم 8 بالشهر، افضل مما يخليكم يوم ورا العيد،
افضل بهواي. ليش؟ انت تدني 3 ايام يعني مراجع المراجع الثانوية قبل الامتحان، فيعني ذني قبل بتجي تخليهن، وعندك فترة قبل راح تراجع بينا ذني، فيعني مناسب اكثر ما يتخلى ورا 22/6، يعني احسن ما يصير يوم ورا يوم ورا يوم حتى تتعب. فذني 4 مواد تمتحنن، تستراح لك اسبوع، هذا اسبوع ضبط بيها ذني مواد تمتحنن، فهذا الجدول انا اشوفه اكثر مناسب مما اذا هو يتأجل. واخر شيء اتمنى لكم توفيق. كان وياكم الدكتور علي عقيل، او علي عقيل ما احب اسمي الدكتور، وفيما الله رب يوفقكم. الحمد لله.